السلام عليكم الخوت. الوالدين واحد النعمة، واحد الجوهرة، واحد الكنز. شحال منا ما كيعرفش بحقهم، شحال منا خلى والديه وراه كيبكيو عليه، ولكن احنا ما عارفينش بحقهم. شي نهار تقدر تفيق وتلقى راسك بلا بيهم، تما غادي تعرف بحق الوالدين وما يجي وراهم. بقى معايا في هذا الفيديو حتى الاخر، ما غادي تضيع والو. من اجل والديك اللي كبروك حتى كبرتي، هادشي اللي غادي نقول لك راه مهم قبل ما يفوت الاوان. الدراري قبل ما نبداو تقدر تنضم لبزاف ديال الناس الايجابيين اللي اشتركوا في القناه. ما عليك الا تكليكي على زر الاشتراك الاحمر تحت الفيديو ودير جيم وبارطاجي الفيديو مع اصحابك باش توصل الرساله. سكريبت ديال هذا الفيديو تكتب في اطار تعاون ما بين قناه سعيد الشو وقناه حسن الوجدي اوفيسيال. دخلوا عنده انطلاقا من الرابط اسفل الفيديو في الوصف، راه كيدير فلوغات ديال الرياضه. خليونا نبداو ستارت. خليوني نحكي لكم حكايه قصيره. هادي واحد الام هزات في كرشها لمدة 9 شهور طفل، وقاسات في الولادة وحتى بعد الولادة ما شافتش النعاس باش هو يحلم احلام سعيدة. با خدام كيدمر على قبله وعلى مستقبله، كيفرحوه في الاعياد، كيلبسوه، كيوكلوه، كيناعسوه، كيقريوه، وكيوقفوا معاه في كل محنة. الهدف الكبير هو يكبر ويتعلم ويخدم باش يقدر يرد لوالديه ولو اقل من كل ما عطاوه، وتكون عندهم فرصة العمر باش يزوروا مقام النبي وبيت الله الحرام. ولكن خربات لي المخدرات حياته. بعد ما كان شاد الطريق الصحيح في الابتدائي، مبقاش عارف شي حاجه سميتها القرايه غير الزنقه ورفقاء السوء والبريكه في الجيب والسبردينه اير ماكس والصوفي الدوريجين والكريساج في الطريق زين. ولا كيفيق مع 12 ويقول الوالده مالتي بارد، الصلاه الله يجيب، والاخلاق والاحترام نقارد، بقى غير الغوات والكلام العيب. الفقر ماشي عيب، ولكن ظلم الناس اكبر عيب. ملي يكون في الدار كتولي شاعله بحال النهار. الغوات على والديه ولا روتين عادي، ولا فم فوجه والديه اكثر من فردي. والنهار الكحل هو اللي غادي يتحقق فيه دعاوي الوالدين من اللي خرج يسرق في الطريق. طموبيله سرقت لي عمرو. خويا اختي عندي ليك وصيه، الا كانوا والديك باقين حيين تهلا فيهم وبوس على راسهم ويديهم ورجليهم وعرف بحقهم، وخلي تصويرتهم في قلبك قبل ما تديرها في بسطامك. الجنة راها ماشي غير في الآخرة، حتى تحت رجليها. الأم والأب منه تعلم كيف تولي راجل. ما تنساش دينك، والديك، والله هو اللي قال في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وهذا الكلام أحسن ما نختمو به هذا الفيديو. كنذكركم الخوت انكم تشتركوا في القناه ديال حسن الوجدي اوفيسيال، غتلقاو الرابط ديالها في الديسكريبسيون، ونضموا لازيد من 8000 مشترك في القناه ديالي. شكرا لكم على المشاهده. ما تنساش دعم القناه، دير جيم الفيديو باش ينتشر وبارطاجيه مع صحابك. الا كان عندكم اي اقتراح لاي فيديو بحال هذا الشكل ديروا ليا في الكومونتير اسفل الفيديو. الا كنت كتفرج فيا في فيسبوك دير جيم للصفحه ودوز اليوتيوب باش تشوف الفيديوهات القدام. شكرا لكم على المشاهده وتهلاو.